وانطلاق المباراة بكرات أولى من فريق نهضة ربع النهائي واللي حقوا في آخر دقيقة للمباراة. يحاول يتعط التنفيذ مرفوعة كرة ترجع من عبد العالي قال إمكانية للنادي الرياضي السفيقسي توسيعة أخرى والإبعاد مع تشكيلة النادي الرياضي السفيقسي. التنفيذ كرة من تمشي كرة كوتشو لابا النسخة الماضية نسخة الموسم الماضي وخرج امام فيتا كلوب تنفيذ الركنيه ترجع له من جديد حبيب الوسلاتي ودفاع في مناطق ناث بركان لفيراس شوات يضغط طويله كوره وخروج الحارس عبد العالم داخل منطقه الجزاء كوره خطيره مرزوقي على المرزوقي والدفاع ترجع لفريق ناث بركان امين الكاس والكونغولي كوره على المرزوقي محاوله المكسلي السكري يرفع كرة السكري مثلوثي يرفع كرة مرزوقي وشوات حبيب الوسلاتي يرفع كرة وسلاتي ورصيد حمزة شلاسي ما خذهاش كما يلزم وبعض الثاني الحارس المغربي عبد العالي المحمد لكن الركنية واضحة للسي اس اس ابعاد سوفو دايو تو النمساوي بداية هجوم لنهضة بركان كوتشو لابا بعيدة كورة كوتشو لابا على مرمى أيمن دحمان ما يلزمش النادي الرياضي السفيقسي يتدخل معاه العربي ناشي الدفاع موجود والمخالفة على مرزوق أمامه عمور النمساوي على المرزوق التوسيع أبعد دكدوك على عمور النمساوي كرة ما خرجتش لا كرة السكري تأخرت المساندة من حسام دكدوك يدخل حمزة جلاسي بالتغطية يخرج من محور الدفاع في فك الرقابة وأعطى أكثر حب سمير ويدار لكوتشو لابا التصويب مرت سلامات على مرمى أيمن دحمان الحذر كل الحذر من هذا التوغولي كوتشو لابا ورقم 27 حمدي العشير عمور نمساوي يمكن التصويب بعيدة كرة بعيدة في كرة مع عمور نمساوي على مرزوقي بعيدة بركان هذا الموسم خاصة بعد المسيرة الإيجابية عمور نمساوي كوتشو لابا لسهيل يشو طول كرة يشو خروج وتعادل مسال تعادل سلبي لحضران الحذر وليقنا خطأ ضد كوت كينسلي سوكاري واقبلهم عمر نمساوي العربي ناجي مرفوعه كوره سهير يشو يلعب قصيره مع بكر الهلالي توسيع في القائمه الثانيه يمشي سن. لكن المهم قلت التامين على المستوى الخط الخلفي كوره حط كوره دكدوك امامه نمساوي العرضيه هي مرزوقي والهدف الاول حط دكدوك وعلى مرزوقي براسية ما يخلي حط إمكانية لعبد العالي محمد 1-0 قلت ما يلزموش قادر النادي الرياضي السفاقسي هذه كورة ضربة جزاء ديسيما يعلن عن ضربة جزاء منذ البداية نذير قريشي أمامه عبد العالي محمدي ديسيما يقول له نفذ مثلوثي